للمزيد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان، بعد التحية، إذن مزيد من التفاصيل حول آخر الأخبار حول مطار رفيق الحريري وما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني باستهداف غارة إسرائيلية محيط المطار. يعني كان يوم أمس هي الضربة الإسرائيلية الأقرب إلى مطار بيروت، حيث هذا الذي استهدفته هذه الغارة بقرابة يبعد عن مطار بيروت 500 متر، ولكن هذه الضربة كانت استهداف لأحد المستودعات الخاصة لحزب الله كما أعلن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن تم يعني الإثبات وأن مطار بيروت ما زال يعمل منذ الأمس على لسان وزير الأشغال، واليوم أيضا في الاجتماع الخاص بلجنة الطوارئ والتصريحات التي أدلى بها نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، الذي قال أن المرافق الجوية والبحرية التي لا زالت تعمل بكامل طاقتها هنا في لبنان ولا تأثير على مطار بيروت جراء هذه الضربة الأقرب في طريق المطار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس. ولكن أيضا كانت هناك بعض التحذيرات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند هبوط إحدى الطائرات ايضا تم اعطاء ايضا الامر فورا والقرار من قبل وزير الاشغال بعدم هبوط الطائره الايرانيه في مطار بيروت، وعادت مره اخرى الى ادراجها وعلى الفور بعدها مباشره. ايضا اصبحت الشركات الايرانيه التي منعت الطائرات المدنيه من الهبوط في مطار بيروت وعلقت الرحلات الخاصه بها. نحن الآن بصدد الكلمة المنتهية من قبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والذي أعلن فيها عدد من النقاط خاصة بالشأن الداخلي وكذلك بالشأن السياسي وآخر تطورات في التصعيد الذي يحدث على الساحة اللبنانية. كان من بينها هي الأولوية لوقف العدوان على لبنان، وأيضا أطلع الحكومة والوزراء على آخر الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها، وقال أن الحل الدبلوماسي هو الأفضل الآن ونحن متمسكون بالقرار بتطبيق القرار 1700. نعم، إذا كنا نتابع رمضان، يعني هذه الكلمة تحدث أيضا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن الأوضاع الإنسانية وأيضا يعني حركة النزوح في الداخل اللبناني، وإضافة إلى ذلك حالة قطاع الصحة والدفاع المدني. يعني لو تشرح لنا آخر المستجدات فيما يتعلق بهذا الإطار ويعني هذه النقاط الثلاث. نحن الآن يعني بصدد أرقام وقفزات كبيرة من قبل النازحين والأرقام التي تسجلها الحكومة اللبنانية، 113 ألف نازح حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن يصل هذا الرقم إلى مليون نازح، وهذا على لسان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. إذن هناك حالة سواء من قبل الحكومة هو رفع حالة الطوارئ بشكل كبير مع زيادة المخصصات الخاصة للنازحين وكذلك مراكز الإيواء التي وصلت إلى 772 مركز إيواء ومدرسة، هذا الرقم الذي تضاعف على مدار الأيام الماضية من مراكز النزوح التي بدأت بقرابة 250 حتى وصلنا إلى أكثر من 770 مركز للنزوح لاستقبال هذه الأرقام الكبيرة. هذه أيضا نوه عليها رئيس الوزراء اللبناني وقال أن هناك عدد من الدعم الذي جاء سواء على مستوى الصين التي تبرعت بمليون دولار للنازحين، وكذلك أيضا من الاتحاد الأوروبي من المنح المقدمة، وأيضا أعطى قراره في هذا الشأن بأن دخول كافة المنح والمستلزمات الخاصة من مطار بيروت ترفع عنها جميع الجمارك وتسهل لها كافة الإجراءات حتى يتسنى التعامل مع هذا الرقم الكبير من النازحين على كافة مراكز النزوح. أيضا أشار أيضا في عملية النزوح هنا كيفية تأمين هذه المراكز بشكل كبير، وأعطى أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية بحفظ الأمن في مراكز الإيواء وكذلك محيط مراكز الإيواء. النقطة الثالثة وهي الخاصة بالتعامل مع ملف الصحة أيضا الخاص بالنازحين اللبنانيين في كل هذه المراكز، وهذا التنسيق أيضا مع وزارة الصحة. أولا وجه الشكر رئيس الوزراء اللبناني إلى وزارة الصحة في التعامل مع كمية الحوادث الأخيرة التي حصلت
في الأيام الأخيرة من التصعيد الإسرائيلي وسرعة الاستجابة لعلاج آلاف الجرحى وكذلك التعامل مع عدد كبير من العمليات في وقت واحد. والآن هناك أيضا تنسيق ما بين وزارة الصحة اللبنانية وكذلك أيضا ما بين نقابة الأطباء يعملون على تسيير بعض هذه الفرق الطبية النقالة لمختلف المراكز الإيواء المتواجدة هنا في بيروت أيضا والمحافظات الأخرى التي تصرفها الحكومة اللبنانية للتعامل أيضا مع الأمراض المزمنة وكذلك أيضا من وجود أي من الأمراض السارية كما هذا الأعداد كبيرة وكان هناك عدم تجهيز في الأيام الأولى لهذه المراكز النازحين ولكن مع الأيام يعني الماضية كان هناك رفع درجة الاستعداد وتوفير أغلب المستلزمات الخاصة للنازحين سواء على مستوى الأدوات الخاصة بالمعيشة وعلى مستوى وجبات الطعام. أيضا هناك ملمح آخر يعني لا نغفله هو الخاص بالتضامن الشعبي هنا في لبنان وهذه الحملات التضامنية مع النازحين وتقديم هذه الخدمات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض الحملات أو سواء أيضا بالحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي تحت اسم إيدا بإيدنا وهي التي تدعو إلى التكاتف والتعاضد ما بين اللبنانيين لتقديم الدعم المادي وكذلك أيضا المستلزمات التي العينية التي دعت إلى توجهها إلى مراكز النازحين في شتى مناطق بيروت. ولكن الوضع في الأيام القادمة بحسب التصريحات أن هناك عمليات نزوح تقدر بمليون نازح سوف يعني يأتون ويتوجهون إلى بيروت وإلى مراكز اللواء. إذن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة كما نوه رئيس الوزراء اللبناني وهناك أيضا مزيد من الاتصالات سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نجيب لفافي حول هذا الدعم للنازحين اللبنانيين وغير اللبنانيين لأن هناك مشكلة أخرى وهي خاصة بالنازحين السوريين متواجدة أيضا هنا الذين يفترسون أغلب يعني الشوارع والمناطق هنا في العاصمة بيروت في انتظار التنسيق ما بين الطرفين للعودة إلى سوريا مرة أخرى. نعم رمضان يعني أخيرا كنا نتابع ولا زلنا نتابع هذه المشاهد وهذه اللقطات على الهواء مباشرة من الضاحية الجنوبية ومنذ دقائق ربما أيضا كنا نتابع لقطات مباشرة من العاصمة بيروت ومناطق متفرقة داخل العاصمة بيروت وهذه اللقطات تشير إلى أو ترصد أعمدة الدخان التي ربما كانت تتصاعد في الساعات الماضية. لو لديك أي تفاصيل عن آخر هذه المستجدات ويعني آخر الأخبار حول ما نراه على الشاشة الآن من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. يعني كانت الضاحية الجنوبية هدأت بعض الشيء في الساعات الماضية سواء كانت آخر هذه الغارات الإسرائيلية استهدفت مجمع الإمام الصادق في الأجنحة الخمسة في حي السلم بالضاحية الجنوبية. كانت هذه آخر الغارات التي وصلتنا إليها المعلومات والتفاصيل الخاصة بها وهي استهداف لأحد المباني التي يدعي أيضا حزب الله أنها التي يدعي أيضا الاحتلال الإسرائيلي أنها يوجد بها أسلحة لحزب الله وأيضا هذه الإخلاءات التي يقول عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من استهداف مختلف الأحياء في الضاحية الجنوبية سواء حي الشويفات الذي أيضا تعرض لعدد من الغارات الجوية الإسرائيلية وكذلك حي السلم والأجنحة الخمسة وحي الأمريكان وعدد كبير من الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف الأماكن في الضاحية الجنوبية ومختلف الأحياء. ولكن حتى هذه اللحظات لم تشر أي من المعلومات إلى أن هذه الغارة لم تكن هناك أي تفاصيل حتى هذه اللحظة. نعم رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لك.